إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الإنسان إذا أدمن من فعل شيء وأكثر من مباشرته يصير له مع مر الأيام إلفا وعادة يؤديه بفتور ورتابة، حتى وإن كان من أمور الدين والعبادة. ولذلك كان حقا علينا أن نتذاكر الأركان العظام من أمر ديننا، حتى لا تصير مع مر الأيام مجرد أشكال وهيئات وعادات نؤديها لا تؤتي الثمرة من ورائها. ألا وإن من أعظم هذه الأمور على الإطلاق أمر الصلاة. فالصلاة عباد الله هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة عباد الله هي أعظم أركان الإسلام العملية، وثاني المباني الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مباشرة إقام الصلاة. فأعظم الأركان العملية هو الصلاة، وثاني المباني الخمسة هي الصلاة. الصلاة كانت آخر وصية خرجت من فم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه عندما كان في سياق الموت، كان يردد صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصينا بالصلاة ويوصينا بالإحسان إلى العبيد والأرقاء. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بالصلاة، لعلمه عليه الصلاة والسلام أنها عماد الدين، وأن من أقامها فقد أقام الدين، وأن من هدمها فقد هدم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فهل تعلمون شيئا مبنيا يندك عموده وينهد ثم يبقى بعد ذلك قائما؟ لا والله، إن انكسر العمود انهد البناء ولا محالة. فعمود هذا الأمر يعني هذا الدين هو الصلاة. فالصلاة عماد الدين، من أقامها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين، كما قال الفاروق المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان يكتب لأمرائه على البلدان: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن ضيعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام وشعائره أضيع وأضيع.
هكذا يبين رضي الله عنه أن أهم أمورهم، أهم أمور المسلمين يعني، أهم أمورهم عنده رضي الله عنه الصلاة، فمن أقامها أقام دينه وحفظه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الصلاة عباد الله بها تنشرح الصدور ويستعان على عظائم الأمور، بها تكفر السيئات وتغفر الذنوب وتعالج الأدواء وتداوى العيوب. هكذا تعلمنا من شرعنا الحنيف. النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بكلمتين اثنتين على عادته صلى الله عليه وسلم من النطق بجوامع الكلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، الصلاة نور. فمن أراد أن تستنير بصيرته وأن ينشرح صدره وأن يوفق إلى أرشد أمره فليحسن الصلاة كما وكيفا، فليحسن الصلاة كما وكيفا كما أمر الله عز وجل ورضي. الصلاة عباد الله أمر الله عز وجل أن يستعان بها، فقال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا حزبه أمر، أي إذا اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة. إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، يمتثل وصية ربه تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة عباد الله يداوي بها المرء عيوبه كما يستر بها آفاته. ألم يقل الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فمن أراد أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر وأن يجتنب هذه القاذورات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها فليحسن أمر صلاته كما وكيفا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فلم يستثن الله عز وجل من هذا الذم وهذا الثناء القبيح إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والصلاة عباد الله كما تستر بها العيوب وتعالج بها الأدواء والأخلاق الذميمة، فإنه يستجلب بها العبد مغفرة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي بالذنوب والمعاصي، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. قوموا إلى نيرانكم، أي إلى ذنوبكم وخطاياكم، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام إلى صلاته يؤتى بذنوبه كلها فتوبع على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يبتغي بها وجه الله فتتساقط عنه ذنوبه كما يتساقط الورق عن الشجر اليابس، كما يتساقط الورق عن الشجر اليابس. فالصلاة بها يستجلب العبد مغفرة الله تبارك وتعالى وعفوه.
وإذا شرقنا أو غربنا في ذكر فضائل الصلاة فلن نستطيع أن نذكر إلا قولا مجملا فإن الأمر طويل. نقول عباد الله إنك لن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء أحب إليه ولا أفضل في درجتك وميزانك يوم القيامة بعد الإيمان بشيء هو أفضل وأعظم قدرا من الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، أي خير ما وضعه الله عز وجل لعباده من الشرائع. الصلاة خير موضوع، فمن شاء منكم فليستكثر، فمن شاء منكم فليستكثر. ويقول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واعلموا عباد الله أن خير أعمالكم الصلاة، فالصلاة خير ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى ومولاه. الصلاة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة. فقال الرجل: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة. فقال الرجل: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة. فقال الرجل: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجهاد. فذكر الصلاة ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يذكر ذروة تمام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فالصلاة أفضل ما يمكن أن تتقرب به إلى ربك تبارك وتعالى ومولاك. وهذا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أحب الأعمال إلى الله التي تنجي من النار وتدخل العبد الجنة، فيقول صلى الله عليه وسلم له: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يحدثنا عن رجلين كانا متواخيين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من صاحبه، فمات هذا الفاضل ثم عمر الثاني بعده 40 ليلة ثم توفي. فذكر الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الأول وفضيلته، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكن الآخر مسلما؟ أي الذي عمر بعد صاحبه 40 ليلة وكان مفضولا، كان الأول أفضل منه، ألم يكن الآخر مسلما؟ فقال الناس: بلى يا رسول الله، ولم يكن به بأس. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته، فإنما مثل الصلاة كنهر عذب غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فما عسى أن يبقي ذلك من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. الله أكبر. فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته، أي لا تدرون عن المنزلة والدرجة التي يرفع الله عز وجل بها عبده المصلي. يرفع الله تبارك وتعالى المصلين فوق من كان أفضل منهم في الدنيا لكثرة صلاتهم وطول أعمارهم. وهذا ربيعة بن كعب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة. وما أدراكم ما مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فمن أراد القرب والزلفى من الله تبارك وتعالى فليكثر من الصلاة وليكثر من السجود. كلا لا تطعه واسجد واقترب. من أراد القرب من ربه تبارك وتعالى فليحسن صلاته كما وكيفا. الصلاة عباد الله مهما أطلنا عن الكلام فيها فلن نوفيها قدرها، ولكننا نريد أن نقف على أمرين اثنين.
أحدهما الأول منهما يعم النساء والرجال، والثاني يخص الرجال. أما الأول فقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة عباد الله كما أن لوقتها أول فإن له آخر، كما أن لوقتها بداية فإن له نهاية. فكما لا يجوز أن يصلي أحدنا الظهر مثلا قبل أذان الظهر، فكذلك لا يجوز أن يؤخر الظهر إلى أن يؤذن للعصر. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال ربنا تبارك وتعالى: فويل للمصلين. وهذه الآية إن لم نكملها وقعنا في إشكال عظيم. فويل للمصلين، لماذا؟ ومن هم؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يتركوها بالكلية ولكنهم أضاعوا وقتها، أضاعوا وقتها، جمعوا بين الصلوات وأخروا الصلاة عن وقتها والعياذ بالله. هؤلاء في حكم الله تبارك وتعالى ويل لهم، ثم ويل لهم، والويل أي الهلاك والدمار، أو هو واد في جهنم والعياذ بالله. ولذلك كان أقرب الصفات لصوقا بالناجين من النار الفائدين بالجنة هو المحافظة على الصلاة. ألم يقل الله تبارك وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وأي جنات؟ إنها جنات الفردوس، حيث الدرجات العلى والنعيم المقيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبالعكس يقول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف، هؤلاء هم أهل النار. فماذا ذكر الله تبارك وتعالى من خصالهم وصفاتهم؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي والعياذ بالله واد في جهنم تستعيد النار من حره والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولما يسأل المجرمون من أهل النار عن سبب دخولهم النار فيقال لهم: ما سلككم في سقر؟ فيكون أول ما ينطقون به: قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين والعياذ بالله. فالصلاة عباد الله لا بد لصاحبها أن يحافظ على مواقيتها. في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وفي معجم الطبراني الأوسط عن ابن مسعود أيضا بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ولا يصليها أحد لغير وقتها إلا إن شئت عذبته وإن شئت رحمته، إلا إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. وأما الذي يصليها لوقتها فهذا قد وعده الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وأداهن لوقتهن، وأداهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عز وجل عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه والعياذ بالله. فالصلاة على المؤمنين كتاب موقوت.
فالذي يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وانتبهوا يا عباد الله، الذي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كالذي يصلي الظهر بعد أذان العصر، الذي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كالذي يصلي الظهر بعد أذان العصر، يصليها قضاء لا أداء، يصليها بعد خروج وقتها، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والعياذ بالله. وأما الأمر الثاني الذي يخص الرجال هو هذه المساجد التي ما أمر الله عز وجل أن ترفع إلا لإقام الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى. شهود الصلاة في الجماعة للرجال من علامات الفلاح وعلامات الإيمان والاهتداء، كما قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لماذا أمر الله عز وجل برفع المساجد إن هجرناها؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تبارك وتعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد حيث يرفع الأذان، فليحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم إن صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. أما إنه كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، والعياذ بالله، إلا منافق معلوم النفاق. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويرشدنا فيقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء، يعني الأذان، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. فسئل صلى الله عليه وسلم عن العذر فقال: خوف أو مرض. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا، أي ليس بمريض، من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يأته فلا صلاة له. فلا صلاة له والعياذ بالله، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وإني أحذر نفسي وأحذر المسلمين من التعذر بالأعذار الواهية التي لا يقبلها الله تبارك وتعالى. هذا رجل أعمى، هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذر بأعذار كثيرة كل منها له وجاهته وله قدره، فقال: يا رسول الله، قد دبرت سني، يعني قد كبرت في السن، ورق عظمي، يعني ضعف بدني، وإني شاسع الدار كثيف البصر. شاسع الدار أي بيته بعيد عن المسجد، كثيف البصر، رجل ضرير معذور. ومع ذلك المدينة كثيرة الهوام، وبين بيتي وبين المسجد شجر كثير ونخيل، شجر كثير ونخيل،
ثم لم يسكت رضي الله عنه، فقال: ولي قائد لا يلائمني. سبحان رب العالمين، رجل كبر سنه وضعف بدنه، بعيد الدار كثيف البصر، وبين بيته وبين المسجد نخل وشجر، والمدينة كثيرة الهوام، وقائده لا يلائمه، يعني لا يجده في كل وقت صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ أتسمع النداء؟ فقال الرجل: نعم. فقال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب فإني لا أجد لك رخصة. وإن كان مثل هذا الرجل لا يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، فما بالنا في هذه الأيام نترخص بما لا يعذرنا الله تبارك وتعالى فيه. عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين يفقد رجلا من أصحابه في صلاة الصبح، فيرسل إليه فيأتيه فيقول له: ما منعك عن شهود الصلاة في جماعة؟ فقال الرجل: إني مريض ولولا أن رسولك جاءني ما خرجت، إني مريض ولولا أن رسولك جاءني ما خرجت. فماذا قال له الفاروق رضي الله عنه؟ قال له رضي الله عنه: إن كنت خارجا لأحد فاخرج إلى الصلاة، إن كنت خارجا لأحد فاخرج إلى الصلاة. تقول أنت مريض ومع ذلك لم تستطع أن تتخلف عن إجابة أمير المؤمنين، فإجابة داعي الله تبارك وتعالى أولى وأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الأذان فليجب داعي الله، من سمع الأذان فليجب داعي الله. فالمؤذن إنما رفع الأذان بأمر الله، ينادي على المسلمين أن هلموا إلى صلاتكم، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ومن يكون حي على الفلاح ثم بعد ذلك يرجو أن يكون من المفلحين فهذا لم يوفق والعياذ بالله. ثم أخي الكريم، هب أن الله تبارك وتعالى غفر ذنوب هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة، فمن أين لهم بفضائل وأجور وحسنات من يشهدها في جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب للصلاة في الجمع، إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع أي في الجماعة، يعجب ربنا تبارك وتعالى من هذه الصفوف المتراصة بين يديه. وما بالكم بأناس عجب الله من فعالهم، يرضى عنهم ويحبهم ويقربهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد فإنه زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره، حق على المزور أن يكرم زائره. ألا يريد الواحد منا أن يزور ربه تبارك وتعالى؟ أسألكم بالله العظيم، هذا الذي جاء إلى مسجد الله، إلى بيت الله، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زائر الله، كيف يعامله الله تبارك وتعالى؟ لا بد أن يكرمه في دنياه وفي أخراه، فإن الله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين. من مظاهر هذا الإكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن مظاهر هذا الإكرام أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر حاج محرم. صلاة واحدة مما افترضه الله تبارك وتعالى يخرج الواحد منا إليها متطهرا فيكون أجره كأجر الحاج المحرم. ثم من مظاهر ذلك الإكرام، وهذا من أعلى وأرق ما يمس قلوب المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم في بيته فيحسن الوضوء ويسبغه ثم يأتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله إليه، إلا
تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. تبشبش الله إليه، فرح به، سر به، ألطفه وأكرمه ونعمه في الدنيا والآخرة. تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا طلع إليهم، ونحن مع ذلك نفرط. قارن عدد المصلين في المسجد في هذه الساعة بعددهم في نفس المسجد قبل 7 ساعات في صلاة الفجر، تعلم ما الذي فرطنا فيه في جنب الله تبارك وتعالى. ومن مظاهر هذا الإكرام أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، كل مرة تأتي فيها إلى فرض من فرائض الله في الصلاة يبنى لك نزل في الجنة، سبحان رب العالمين. ونحن مع ذلك نفرط ونقصر عياذا بالله. ومن مظاهر هذا الإكرام أيضا مضاعفة الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 مرة. ذلك أن أحدكم إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإن قام يصلي لا تزال الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. سبحان الله. يكتب الواحد منا في المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه، وقت المجيء ووقت الإياب، وقت الصلاة ووقت انتظار الصلاة، كل هذا يكتب في ميزان المصلي صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القائد يرعى الصلاة كالقانت، يعني الملازم للطاعة. القائد يرعى الصلاة يعني ينتظر الصلاة. القائد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب في المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. في صحيح مسلم أن رجلا من الأنصار كان من أبعد الناس دارا عن المسجد، فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه: رحمك الله، لو اشتريت حمارا يقيك الظلماء والرمضاء، يعني ظلمة الليل وحر النهار. فقال الرجل: والله إني لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، إني أحتسب على الله عز وجل ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جمع ذلك أجمع لك، إن الله قد جمع ذلك أجمع لك. خطوات المصلي في الذهاب وفي الإياب إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: 3 كفارات: إسباغ الوضوء على الثمرات، ونقض الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الواحد منا إن اعتاد شهود الجماعة في المسجد تكتب له البراءة في الدنيا من النار ومن النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الذي تعود على إتيان المساجد لشهود الجماعة إن أتاهم مرة فوجدهم قد صلوا لا يحرم من الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله عز وجل له مثل أجر من حضرها وصلاها، لا ينقص ذلك من أجر المصلي شيئا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فإن الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد من أهم وظائف الشيطان أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولذلك تجد أن الشيطان يصد الناس عن أهم الصلوات وأعظمها أجرا، صلاة الفجر وصلاة العصر، بسبب النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على قافية رأسه 3 عقد، على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن قام فصلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا وما أدراكم ما إلا، وإلا أصبح خبيث النفس كتلان والعياذ بالله. هذا الذي يشكو منه كثير من المسلمين، يصبح الواحد منهم وعليه من الكآبة والحزن ما الله به عليم. لماذا؟ لأنه لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، نام حتى أصبح، فبال الشيطان في أذنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فإنه في ذمة الله، أي في ضمان الله ورعاية الله وكلاءة الله وحفظ الله. من صلى الصبح في جماعة فإنه في ذمة الله، ونحن مع ذلك نضيع ونفرط. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر وصلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اعتبرناه منافقا والعياذ بالله، أسأنا به الظن والعياذ بالله. ألا نريد أن ندخل الجنة وأن ننجو من النار وأن ننظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى في الآخرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين، أي الصبح والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، هاتان الصلاتان اللتان ينام عنهما كثير من الناس. أما الفجر فواضح، وأما العصر فيرجع الواحد منا من عمله ولا يبقى على وقت صلاة العصر إلا نصف ساعة أو أقل، فينومه الشيطان. هذه الصلاة، صلاة العصر، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي انتقص أهله وماله. هذه هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة، يعني العصر، عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم كتب له أجره مرتين، كتب له أجره مرتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، أي يصعدون إلى الله تبارك وتعالى، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فحافظ رحمك الله على أداء صلاة الجماعة في المسجد، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة، ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما أعطيت،
اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت حجتنا وتقي موازيننا واهد قلوبنا واسبل سقائم صدورنا وسدد ألسنتنا واكفنا شر منينا وبارك لنا في أرزاقنا ووسع لنا في دورنا وأمننا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين، وانصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم وقدرهم وثبتهم واسقهم وأعنهم، اللهم أنزل بأعدائهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.